اهلا بيكم يا صحابي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه صعبه شويه، بس اول مره انا العبها، يعني اول مره العبها، هي صعبه شويه وهوريكم ازاي تكسبوها. يلا بينا نبدا. يلا ده سباق، لو هو طبعا وصل الاول يبقى كده انا الخسران. مش عارف انا اسرع منكو. كسبت ايه ده؟ ايوه غلبته. ايه ده؟ دول شكلهم ناس بيلعبوا معايا. هعمل ده اوبا، ده انا سرعتي ايه ده؟ ايه السرعة دي؟ سرعة يعني سرعة فظيعة. قوي ايه ده انا شكلي متغير. هخلي شكلي كده. طب مثلا لو عملته شكل مربع. لا هيسبقني. ايوه كده. ايه ده؟ بجد انا سرعتي جامده. هعمل شكلي كده. ايه ده؟ احنا الاتنين قد سرعة بعض. هعمل كده. ايه ده؟ شايفين شكلي عامل ازاي؟ اختلي ودي خدت فلوس، خدت 80 جنيه. بصوا يا اصحاب، انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب علشان نوصلكم كل جديد مني. سلام.